السلام عليكم ورحمة الله. نتابع في هذه المحاضرة حيث توقفنا في المحاضرة السابقة. كنا بدأنا الحديث، نرجع لورا شوي في السلايدات. كنا نتحدث عن الستركتشر بوليمرز، حكينا عن الكلاسيفيكيشن سكيمز، بعدين انتقلنا لموضوع البوندينج وتحدثنا عن الكوفيلنت بوندز وعن الهيدروجين بوند. اوكي، فكنا متوقفين عند الهيدروجين بوند. ذكرنا انه الهيدروجين بوند وان كانت تعتبر يعني سكندري بوند، بس مهمه جدا في البوليمرز. في هناك جداول موجوده في الكتاب، جدول تيبل 2122، فيهم تيبيكال فاليوز اوف بوند انرجيز اللي من جملتهم الهيدروجين بوند. هذا طبعا مش للهيدروجين بوند، ذس از the CC bond اللي هو primary bonds. الجدول هذا الثاني فيه values للhydrogen bonds. You can compare the values here to the values in the previous table. لاحظوا إنه هاي الأرقام يعني بالتسعين بالمية بالثمانين بالمئتين في الحالة هاي، مثلاً C double bond N triple bond N. بينما هم بالhydrogen bonds لاحظوا خانة الآحاد 3 5 7. اوكي، فبالتالي تقريبا يعني 10% من البرايمري بوندز. طيب، ان جنرال كوفالنت بوندز جوفرن ذا ثيرمال اند فوتوكيميكال ستابيليتي اوف بوليمرز. البوندز اكيد بتاثر على البروبرتيز. هلا الكوفالنت بوندز ثيرمال فوتوكيميكال ستابيليتي هي اللي بتتحكم فيها، بينما بوند سترينث كان بي يوز از ا كلو تو ديجريديشن ميكانيزم. يعني معنى آخر، لما بصير في عندي degradation في البوليمر، يعني تغير في صفاته، مثلا ضعف، كان طري صار مثلا brittle، هذه مثلا بتصير لما يتعرض لأشعة الشمس UV light على سبيل المثال. فبالتالي في شيء تغير فيه، اللي بتغير البوندز تاعته، بصير في breaking of bonds بتأثر على الصفات تاعته. فمثلا اذا المثال المضروب عندنا هون example sulfur vulcanized rubber is more likely to degrade at the comparatively weak SS bond than the strong CC bonds. بتكسر البوند تاعت السلفر سلفر وليس CC bond لما بتعرض لظروف من شأنها انها تكسر بوندز، مثلا ارتفاع في درجة حرارة او اشعة الشمس او ما شاكل ذلك. شمعنا الاس اس؟ نرجع للجدول تاعنا هون، لاحظوا الاس اس بوند وين بالجدول. هاي الاس اس بوند، ممكن خلينا هاي الاس اس بوند. البوند انرجي 51 بالوحدات اللي مذكوره فوق، كيلو كالوري لكل مول، بينما السي سي بوند 83، وبالتالي واضح الفرق بينهم. فبالتالي متعرض لظروف من شأنها تكسر البوند، this is the one that will break before anything happens to the CC bond. هذا ملاحظ. However, secondary forces زي الهيدروجين بوند على سبيل المثال determine most of the physical properties that are associated with specific low molar mass compounds. هلا احنا البوليمرز لا تعتبر مولر، عفوا low molar mass compounds. البوليمرز تعتبر high molecular mass، يعني لها هاي مولكيولر ويت، مولر ماس اللي هي المولكيولر ويت. لكن في بعض البوليمرز لهم لو مولكيولر ويت، فبالتالي اذا قارنا بوليمر وذ لو مولكيولر ويت مع بوليمر نفس البوليمر او بوليمر نفس البوليمر وذ هاي مولكيولر ويت، لانه نتحكم فيه اثناء عمليه التصنيع، السكندري فورسز بتكون بتاثر على الفيزيكال بروبرتيز. زي ايش فيزيكال بروبرتيز؟ مثلا الميلتنج بوينت، boiling point and so forth. Melting, dissolving, vaporizing, absorption, diffusion, deformation and flow involve the making and breaking of intermolecular bonds. يعني bonds بين molecule ومolecule ثاني. هلا احنا بنعرف سابقا ذكرنا انه بين البوليمر chains، بين chain وchain ثاني البوندينج ممكن يكون primary وممكن يكون secondary، زي ما شفنا سابقا في ايوه هون مثلا. سؤال
حيوان مثلا، حيوان كانت تشين واحدة، تشين واحدة، لكن مثلا هذا الجزء من التشين ربط مع هذا الجزء من التشين بهيدروجين بوند، بينما هذا الجزء من التشين ارتبط مع هذا الجزء من التشين ببرايمري بوند بس من النوع المتوسط القوة. فبالتالي طبعا ممكن تكون هذا الجزء تشين أخرى، طبعا في المثال اللي عندي هاي كلها هي تشين واحدة، بس ممكن تكون عندي مثلا تشين وتشين ثاني، وهاي مثلا البوند بيناتهم، وهاي مثلا السلفر بوند اللي موجودة هون مثلا موجودة النواة. هذا يعني لما بده يصير هذا، إذا كان مادة صلبة وبدنا نعمل له نرفع درجة الحرارة، نفرض إن هون في عندنا هيدروجين بوند، الهيدروجين بوند لما نرفع درجة حرارة هاي بتنكسر قبل ما هاي تنكسر، وبالتالي مصير تبدأ المادة تتحول إلى سائل بدل ما هي صلب إذا كمان هاي تكسرت. بس يفرض إنه هذول مش يعني مش كثار، وهذول هم الكثار اللي عم بيخلوا المادة تكون نوعا ما بالحالة الصلبة، وبالتالي يصير لما أنا أرفع درجة حرارة هاي بتنكسر بسهولة، وبالتالي بصير يتحول البوليمر من مادة صلبة من سوليد إلى ليكويد حتى لو كان فيسكوس ليكويد. فبالتالي بنقول in polymers these forces play the same role in the movement of individual segments of the long chain molecule. طيب. Arrangement of the covalent structure in space leads to a convenient method of classification. تذكروا هذا الشابتر، يعني الجزء الأول منه كان معني في موضوع الكلاسيفيكيشن، حتى العنوان تاعه كلاسيفيكيشن. هلا بنطلع احنا على البوليمرز as a single molecule or single molecules or infinite networks، شبكات. Only the separate molecules can exhibit plastic flow and solubility. في بعض الأحيان يكون البوليمر is a single molecule وحجمه بحجم كرة القدم مثلا، زي البولينج بولز مثلا، هي عبارة عن single molecule، شوف الحجم بتاعه قديش ممكن، وزنه قديش ممكن يصير. خلينا نطلع على الموليكول سينجل موليكولز الاشكال تاعتهم والنتوركس. فالحديث الان عن السينجل موليكولز. The single molecule may be linear or branched، وهذا ولا شفناهم اللي هم التنتين اللي فوق، هذا مثلا linear، وهذا في عندنا branching، هاي الباك بون وهاي الفروع اللي طالع منها. هذا الشكل التحتاني هذا نتورك، اوكي، هذا شيء بين كمان يعتبر نتورك بس مش مثل النتورك هاي، لانه في كروس لينكينج بس مش كروس لينكينج ان 3 دايمنشنز. Branching interferes with the ordering of molecules so that crystallinity decreases. غطيناها هاي في ماده علم المواد لما تحدثنا عن البوليمرز versus crystallinity، جبنا سيره انه البوليمرز ممكن يجوا partially crystalline، وحطينا شوية سكتشات لإلها. بس الآن اللي بنعرفه إنه ما بيجوا 100% كريستالين، بس ممكن درجة الكريستالينيتي تكون عالية أو منخفضة. الآن كل ما كان في عندي برانشينج أكثر، طبعاً معنى كريستالينيتي إنه في أرينجمنت للموليكولز. فمثلاً ممكن الموليكول يجي، طبعاً بالرسم عندي هون إيدي مش هتضبط، بس تخيلوا الآن بهذا النظام، اوكي، وهي مثلا بتروح بترجع لك في مكان اخر. هذا الزون، هذه المنطقه فيها نوع من الاوردرنج، اوكي. تخيلوا انه هذا، طبعا الان انا عم بطلع على موليكول بدا من هون اوله واخره كان هون، وهذا الحكي ان بتوين. تخيل لو هذا الموليكول كان من النوع اللي له برانشز، الان هل ممكن بوجود البرانشز هذا النوع هذا الترتيب هيك يزبط معي؟ الجواب لا، بزبطش. بالتالي هون اجت الجمله انه branching interferes with the ordering of molecules so that crystallinity decreases. وبالتالي اذا بتكون عندي crystalline polymer، يعني في crystallinity درجه عاليه، بنفهم انه جاي من النوع اللي بيكون linear والبرانشينج فيه بيكون اقل. هلا على هامش هذا الحكي
اوكي هذا لينير موليكولز، يعني مثلا حتى لو يعني جعلك زي المعكرونه مع بعض بس مش مربوطين ببعض بروابط قويه، ممكن سكندري فورسز بس مش برايمري فورسز. الان تخيل انه هذا موليكول فيه له برانشز، اوكي الان واجا موليكول ثاني بده يعني يجعلك معه، الان لازم نرسمها بالوان مختلفه. يعني خلينا ننظف السكرين. اوكي هذا الموليكول الاول وهاي البرانشز تاعته مثلا. الان نرسم موليكول ثاني وخلينا نعطيه لون اخر. ايوه ان كلر، خلينا نقول نعطيه لون ازرق مثلا. الان هذا الموليكول الثاني، الان مجرد ما تدخل البرانشز ببعض بهالشكل بصير يعني بده يضطر ياخذ سبيس اكثر، سبيس اكثر، وبالتالي الفوليوم بتزيد عندي. لما زود الفوليوم بتزيد معناها الدنسيتي شو بده يصير فيها؟ تذكروا انه الدنسيتي تساوي الماس على الفوليوم. فإذا الماس ثابتة أنا لا زدت ولا نقصت من البوليمر، والفوليوم زادت بسبب وجود البرانشز زي ما احنا شفنا هون، وبالتالي الدنسيتي شو بده يصير فيها؟ بدها تنزل، بتصير لو دنسيتي. اوكي فاللو دنسيتي معناها في عندي هاي فوليوم، هاي فوليوم معناها عندي برانشز في السيستم في البوليمر تشين. فبتسمعوا مثلا لو دنسيتي بولي ايثيلين وهاي دنسيتي بولي ايثيلين. اوكي فاللو دنسيتي بولي ايثيلين بيكون برانشد، والهاي دنسيتي بولي ايثيلين بيكون لينير، اوكي البرانشنج فيه قليل. شو لاحظوا كيف اذا النظر على مستوى ال على شو بسموه على مستوى الموليكولز والنظر إلها وتفسير التفسيرات فيزيائية بيساعدنا على فهم الصفات تاعتها. هلا the multi flow properties and elastic behavior of polymers are greatly influenced by. هلا ال multi flow properties زي viscosity على سبيل المثال، والelasticity هي صفة من صفات solids. فبالتالي هون في عندي فلو صفة من صفات الليكويد، صفة بالإلاستيسيتي صفة من صفات السوليد. فأحيانا البوليمرز فيها بتكون صفات الليكويدز وفيها أحيانا صفات السوليد، عشان مرات بنسميهم فيسكو إلاستيك ماتيريالز بعض أنواع البوليمرز طبعا. فبالتالي الملتي فلو إلاستيك بيهيفير أوف بوليمرز آر جريتلي إنفلونس، يتأثروا بالديجري أوف برانشينج أوكي والسايز of the branches. يعني افرض في branches بس مثلا مش طويلة، قصيرة. اوكي. قصيرة. فبالتالي هي ما بتأثر زي لو كانت البرانش طويلة. اوكي. هذا من حيث السايز. والdegree of branching قديش في عندنا branching في الموليكول بيأثر على الفيسكوسيتي وبيأثر ايضا على الالاستيسيتي of the material لما يكون في الحالة الصلبة. طيب. هذا تحدثنا عنها. هذا الصورة من مصدر خارجي. هاي من الفيجر من نفس الكتاب تاعنا، خلينا نطلع بس على الاسماء اللي الكتاب تاعنا اعطاها لهي الرسومات. لاحظوا الرسم اللي فوق على اليسار سماها لينير، اوكي معناها الخط الاسود اللي مجعلك والمقطع اللي مجعلك مش مربوطين ببعض، واذا في روابط بينهم تكون روابط من النوع السكندري فورسز زي الهيدروجين بونز على سبيل المثال. البرانشنج هو نفس الشيء، لاحظوا الخط الاسود فيه له تفريعات، نلاحظ حسب الرسم اللي عندي انا عندي تو تشينز بالخط الاسود و1 تشين بالخط المتقطع. الرسم اللي على اليسار هون عند الخط الاسود اذا بنمشي معه بنلاحظوا انه تشين واحده، والخط المتقطع اذا بتمشي معه تشين واحده. اذا هون في عندي تو تشينز، هون عندي ثلاثه، اوكي هون عندنا ثلاثه. ومنلاحظ انه الثنتين اللي موجودين على اليسار ما لهم فروع، ما في لهم برانشز، بينما النظام اللي موجود هون التشينز لها برانشز، فبالتالي صار عندنا برانشت وعندنا لينير. فالمقصود باللينير مش انه يعني جاء خط مستقيم، لا لينير بمعنى ليس له برانشز. طيب
هلا نيجي للنتوركس، بفصلوهم انه في عندي لوس نتورك وتايت نتورك، والتنتين مرتبطات بعدد او نسبه الكروس لينكينج سايتس. عندي مثلا في هذه المساحه اللي عندنا امامنا هون في 3 كروس لينكينج سايتس، 1 2 3 مرسومات، بينما الرسمي اللي على اليمين عده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عندي 10 كروس لينكينج سايتس بنفس المساحه تقريبا. فبالتالي this will be a tight network، مربطه كثير. هون loose network مربطه بس مش تربطه كبير، فهي بتكون عندها قدره على الحركه اكثر من هذا الـ يعني البوليمر اللي على اليسار loose network، قدرته على الحركه اكثر من قدره اللي على اليمين. البرانشز هاي لسه عندها قدره على الحركه اكثر من النتوركس، واللينير له قدره على الحركه اكثر من البرانشت. لان هذا الدندرايمرز اللي هو، لاحظوا هذا عباره عن موليكول واحد بس معقد الشكل، يعني تو ميني برانشز له وبشكل دائره تقريبا بيجي. هذا بيسموه باسم خاص مو دندرايمر. طيب لابد ان نتحدث في موضوع البوليمرز عن الايزومرز. فبدنا نرجع شوي صغيره للاورجانيك كيمستري ونشوف الايزومرز والترمينولوجيز تاعتها. الايزومرز بصنفوهم، طب اول شيء ابتداء شو معنى ايزومر؟ الايزومر معناه انه عندي نفس الموليكولار فورمولا لكنهم ديفرنت ان سم واي. كيف يعني ديفرنت؟ خذ على سبيل المثال، البيوتين البيوتين C4، كلكم بتعرفوا البيوتين C4H10. في شيء نورمال بيوتين، بيجي C وبعدين نكمل الهيدروجين، نكمل الهيدروجين عليه تصير عندنا 10 هيدروجين. الرسم بالماوس مزعج برضو. هذا بيوتين، بيجي كمان البيوتين بهالشكل هذا، هاي سي وهاي سي وهاي سي، وكمل الهيدروجين. اوكي، هذا ايزوبيوتين وهذا النورمال بيوتين. ففي لغه الاورجانيك كيمستري هذول الاثنين لهم نفس الكيميكال فورمولا C4H10 لكنهم ديفرنت ان سم واي، يعني ديفرنت ستراكشر تاعهم مختلف وبالتالي الصفات بتختلف. طيب الان عشان في تصنيف الايزومرز، ابتداء بدهم يكونوا لهم نفس الكيميكال فورمولا، بعدين نسال سؤال هل هم سيم كونكتيفيتي. اوكي، اذا كان يس بنسميهم ستيريو ايزومرز، اذا كان نو بسموهم كونستيتيوشنال ايزومرز. هذا في اكزامبلز هذا الحكي. الستيريو ايزومرز يسال السؤال هل هم ديفرنت باي روتيشنز اباوت ا سنجل بوند. اوكي، سنجل بوند اونلي. اذا كان يس بنسميهم كونفورميشنال ايزومرز، واذا كان لا ذي ار نوت بسموهم كونفيجريشن ايزومرز. هلا الكونفيجريشن ايزومرز هل هم ميرور ايمجز؟ اذا كان يس بسموهم انانتيومرز، واذا كان نو بسموهم داي ستيريومرز. اوكي، دايستيريومرز. طيب هاي مثلا استعنت فيها من مصدر، في برضه فيجر ثاني يعني عشان بس نوضح الصوره اكثر. في الايزومرز لهم سيم كيميكال فورمولا، في بسموه مرات كونستيتيوشنال ايزومرز، مثلا هذول كلهم نفس الكيميكال فورمولا، لاحظوا بس الاختلاف بالشكل. ديفرنت كونكتيفيتي بتوين ذا اتومز. اوكي، هون الكربون هذا طبعا البنتين 1 2 3 4 5 هي سبنتين، وهذا برضه 1 2 3 4 وهي الخامس، وهون 1 2 3 4 5 هذا كلهم C5H12. فبالتالي المثال اللي ضربناه قبل شوي صغير على البيوتين النورمال والايزوبيوتين هو مثال على كونستيتيوشنال ايزومرز. هلا في بعض الاحيان بكون بسموهم ستيرو ايزومرز، بكون different spatial arrangement of atoms but with the same connectivity. على سبيل المثال طبعا بصنفوهم الى صنفين، النانتيومرز هذول الاثنين يظهر لاول مره انهم زي بعض، بس انتبهوا
هدول مش زي بعض. عشان تشوف إذا زي بعض، لف هذا الموليكول، لفه، لنلاحظ هون الـ OH والـ CHO2 C2OH ولا whatever. لما يعني إذا لفينا هذا 180 درجة بصيروا الـ OH بمكان آخر مش قدامها، بصير على الجهة هاي وهذا على الجهة هذه which is different. يعني لا يمكن يصيروا زي بعض من غير ما أكسر bonds. Okay. فبالتالي these are mirror images of what we call a chiral molecule that are not superimposable. يسمو mirror images. هلا الداي ديستيريومرز داي ديستيريومرز هو اللي أخربط اسمها أو كيف ألفظها، اللي هم بيجي لهم نوعين السيس والترانس، وهذا مر عليكم في الأورجانيك كيمستري. الفونكشنال كوب ممكن بيكونوا على جهات متقابلة من السي سي دبل بوند مثلا أو على نفس الجهة من الدبل بوند، فبالتالي هذا واحد منهم سمي سيس والثاني ترانس. أو كونفورميشنال إيزومرز، لاحظوا عبارة عن فيها روتيشن، عملت أنا روتيشن ما عملت برانشينج، هون في برانشينج، لاحظوا في برانشز هون، هذول ولا واحد في عبارة عن برانش، عبارة عن بس عم بلف الكربون أتوم. طبعا لازم نجيب 3 dimensional models تبين كيف انهم بيفرقوا عن بعض او كيف ان عملية الالتفاف هي اللي خلتهم يفرقوا عن بعض. هلا if the polymer chain contains carbon atoms with two different substituents، يعني مثلا OH على جهة على سبيل المثال و CH3 على الجهة الثانية على سبيل المثال، the two sides of the chain to which a carbon on the backbone chain is connected are different. أكيد الـ OH من جهة والجهة الثانية CH3 لازم يكونوا مش زي بعض. هلا if we take the mirror image اللي هو بنسميه الانانتيومر of such a substituted carbon, it cannot be superposed on the original without breaking covalent ones. تخيل إيدك، إيدك اليمين إيدك الشمال، لما تحطوا قبال بعض اوكي، هلا من الاول ظهر بكونهم زي بعض ولا مش زي بعض، ترى حط الايدين فوق بعض مش زي بعض، لاحظوا الابهام بيجي لايدك اليسار على يمين الايد وايدك اليمين الابهام جاي على اليمين. اوكي طب كيف بدي اسويهم زي بعض؟ بزبطش. فهم mirror images of each other. اوكي هلا we refer to this اوكي انهم chiral، هاي في التسميات وهاي مش حترجع لنا كثير هاي التسميات، بس لابد اني امشي عليها من باب التذكير في بعض الحكي اللي انتم يفترض انكم درستوه في الاورجانيك كيمستري. فبالتالي في بعض الاحيان لما نتحدث في بعض التفاصيل في البوليمرز هاي الالفاظ بتظهر لنا، يقول لك عندك الكايرال جروب والكايرال سنتر والايكايرال جروب والايكايرال سنتر اند سو فورث. A molecule that is not superimposed on its mirror image is called chiral. فبالتالي هذا الموليكول اللي عندنا لاحظوا أكيد ما في mirror image لإله. Okay. يعني إذا بجيب يعني هذا الكربون اللي على يمينه غير اللي على يساره، فبالتالي أكيد مش chiral. عفوا أكيد يعني إنه chiral، إنه اليمين غير عن الشمال. هذولا أمثلة أخرى على two isomers of two bromobutane. المثال اللي في الأعلى هذولا عبارة عن pair of enantiomers، اثنين بيكونوا موجودين بس الأول مش زي الثاني. لفها 180 درجة حول ال CBR bond، يعمل 180 درجة سواء على اليمين أو الشمال، الناتج ما بيكون زي بعض. الكربون اللي أنت بتطلع عليه كالسنتر زي هون، هذا السنتر اللي عندنا، هذا كايراليتي سنتر، بحيث انه انا اذا انا لفيت هذا الموليكول حول هذا الكربون ما بطلع عندي اللي على اليمين مش زي اللي على اليسار. وان كان لاول وهله اذا بتطلع عليهم والله زي بعض، انتبه ترى لا مش زي بعض. اوكي اف بوليمرز او عفوا ان بوليمرز مثل البولي ايثيلين والبولي ايزوبيوتيلين محطوطه الفورمولا زيهم تحت، there is a plane of symmetry so the groups are achiral. الـ A جزء من كلمة كايرال، مش A فراغ كايرال،
A chiral is one word هيك. الآن لاحظوا أنا إذا كان عندي هذا الموليكول طويل يعني chain أوكي وجد حطيته من خط هذا الموليكول بالضبط أخو اللي هون حتى لو يعني افرض إنه مش مربطين ببعض لفهم لف واحد بطلع زي الثاني فهم مش يعني هم أكيد mirror images بس mirror exact mirror images مش exact لفظة مش دقيقة إنه mirror image وإذا لفيته بطلع كمان exactly زي الثاني هذا بالتالي بنسميه echiral البول ايزوبيوتيلين لأن لاحظوا هذا لو كان بدل CH3 كان H ما بزبط إذا لفيته ما بزبط طب لأول مرة يبدو كأنه بزبط لا هو you have to look at this in 3D in 3 dimensions طبعا إذا صار H صار زي هاي الحالة أو قريب من هاي مش زيها بس قريب منها طيب example consider the case of polypropylene نعم هاي اللي كنت احكي عنها قبل شوي انه هاي لو كانت H هاي لو كانت H بصير polypropylene اللي هو المثال الحالي consider the case of polypropylene with the repeating unit high repeating unit له although the above planar projection may make it appear that rotation above the CC bond can exchange the positions of CH3 and the H يعني اذا احنا لفينا لفيناه حول هاي هذا الاكسس يعني جبنا هاي هيك بصير هون CH3 وهون ال H هاي بصير H وهون بصير CH3 اوكي هلا لما بتطلع على الرسمه in two dimensions زي ما احنا حاطينها هون بقول لك نفسه بس لا بدك تطلع عليه in 3D in three dimensions لانه هذول في زوايا لهم هذول مش زوايا قائمة زي ما مرسوم عندنا هون لا لهم values فبالتالي واحدة منهم مثلا فايتة على الشاشة من جوا واحدة على الشاشة من برا فلما نلفها بصير وإن كان تبادر المواقع بس اللي جوا صار برا الشاشة واللي برا الشاشة صار جوا الشاشة وبالتالي صار مش exactly نفس الشكل although the above planar projection may make it appear that the rotation about the CC bond can exchange positions of CH3 هو المثل والهيدروجين bond hydrogen molecules on the chiral carbon these groups will be on different sides of the chain backbone يعني واحدة مخترقة على الشاشة واحدة لورا واحدة لبرا الشاشة من قدام because the bonds of the carbon are tetrahedrally directed بمعنى إنه البوندز عفوا في البوند أنجل مش 90 درجة every other carbon is A فراغ chiral center and three structures can result. هلا بنشوف ليش انهم مش زي بعض. اوكي؟ هدول الثري structures اللي بيطلعوا لنا كاحتمالات لما يسمى البولي بروبيلين. الاكثر شيوعا هو اول واحد فوق هذا. اوكي؟ وين البروبيلين؟ هياته هذا البروبيلين. واحد اثنين ثلاثة كربون وين الثاني هياته هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة وين البروبيلين اللي بعده هيا وين اللي بعده هياته واحد اثنين عفوا هذا لهون لازم يجي وين اللي بعده هيجي بهالشكل هذا اوكي الان لاحظوا نوعا ما في نظام له ما في نظام لوين السي اتش 3 جروب جاي اوكي فهذا النوع بنسميه اي تاكتيك بولي بروبيلين بيختصروها مرات اي بي بي اذا اجت السي اتش 3 على نفس الجهه زي ما احنا شايفين هون هذا بيسموه ايزو تاكتيك بولي بروبيلين منظم جدا وإذا كان مرة من تحت ومرة من فوق من تحت من فوق تحت من فوق على نفس الأبعاد هذا بيسموه سينديوتاكتيك بولي بروبيلين لأن هذا الحكي مش واضح كثير هون لازم تكون حاططها in 3D أي بين هون مثلا مرسومة إلى حد ما in 3D لاحظوا خلينا نحاول نفهم الرسم اللي عندنا هون لاحظوا ال ال ال
اوكي هذا الايزو تاكتيك سينديو تاكتيك الاي تاكتيك مش حاطينه. بوليبروبيلين هذا بروبيلين اوكسايد، لا بدنا بس البروبيلين البوليبروبيلين. خلينا بالايزو تاكتيك، لاحظوا السي اتش 3 اللي هي الدوائر البيضاء، لاحظوا حتى الباك بون اللي هي في زوايا فيها مرسومه. طبعا كل نقطه من هذول عباره عن كربون، هاي كربون هاي كربون هاي كربون. لاحظوا ستينديو تاكتيك جايين مره على اليسار مره على اليمين، مره على اليسار مره على اليمين، يسار يمين يسار يمين. الاي تاكتيك بيكون ما له نظام عشوائي، يعني قديما كان البولي بروبيلين كله يجي اي تاكتيك، اي تاكتيك يعني عشوائي، موقع سي اتش ذي جروب عشوائي مش منتظم. لما تطور التكنولوجي صاروا يستخدموا كاتاليس، فصارنا نتحكم انه يطلع لي ايزو تاكتيك ولا سينديو تاكتيك ولا اي تاكتيك. طبعا لما يكون في وش نظام البروبرتيز بتكون بروبرتيز معينه، بس لما يكون في نظام له بصير التحكم في الصفات اعلى، يعني هذا صفاته منتظمه، هذا صفاته منتظمه ومختلفه عن الايزو تاكتيك، واثنين هم كمان يختلفوا عن الاي تاكتيك. In general, isomers that change in structure caused by rotations about single bonds are termed conformations كتسمية. والisomers that cannot be interchanged من غير ما نكسر bonds يسموهم يسمو configurations. هاي بس بالتسميات. With propylene, often with polypropylene, there are three structures: the iso, the syndio, and the atactic. تحدثنا عنهم. خلينا نكمل. وهاي حكينا عنها انه يعني سابقا كان كل اللي يطلع معي صناعيا اللي هو الايتاكتيك اللي هو عشوائي السي اتش 3 البوزيشن تاعه وذ ريسبكت تو ذا بلين، مخترق ولا مش مخترق السيرفيس او البلين اوف سيمتري. لما تطور الكاتاليست صار في امكانيه ل انه نتحكم فيه. طيب هلا a second type of stereoisomerism is the cis ولترانس، وحكينا على السيس ولترانس. السيس بيكونوا الفانكشنال جروبس على نفس الجهه، والترانس بيكونوا على الفانكشنال جروب على جهتين متقابلات. اوكي هون طبعا هذا الرسم التحتاني بس عشان تتخيل 3D structure. صعب انه هلا نقعد نلفلف فيهم ونتخيلهم، بس في هناك مواقع على الانترنت بامكانك تفوت عليها وتشوف الستركتشرز هاي ان 3D، وفيك تلفها. يعني كيف بماده علم المواد اللي اشتروا الكتاب كان في سايت مرافق للكتاب، والسايت المرافق للكتاب كان فيه انيميشن لبعض الكيوبس الكريستال ستركتشرز، وبالتالي كان بامكانك تلفلف الكيوب عشان تشوف الشكل تاعه من عدة زوايا مختلفة، فحتى يصير في صورة أوضح. نفس الشيء هذول you can see these in more يعني أقرب للتصور الذهني لما تكون in 3D وفي animation للمواقع، حتى يصير في عندك تخيل للفروقات اللي موجودة بين الأشكال اللي يبدو لأول واحدة إنها زي بعض. طيب يعني مثلا هذه هون قد تكون واضحه. جواب بقول هذول مسميين configuration، بمعنى حسب التعريف تاع configuration isomers. وين راحت؟ isomers that cannot be interchanged without bond breaking. لاحظ bond breaking اذا ما استطعت الفه من غير ما اكسر معناها بصير configuration، يعني لازم عكس البونت تصيروا زي بعض. مثلا اذا انا بدلت مكان هذه الجروب الايثيل جروب محل الهيدروجين، اذا بدلتهم بصير زي اللي على اليسار. اوكي يعني اذا هاي جبتها محل هاي بصير زي هيك. انا كيف بدي اجيبها محلها؟ بيجي واحد بقول لف الكربون، لما بنلف هاي بتنزل لتحت هاي بتطلع لفوق. الآن هذه أنت كلمة لفه في عندي هون دبل بوند، هذا بيلتفش. أوكي أنا كان في عندي زمان
زي لعبه، بركب الموليكولز وبركب الدبل بوند، وبصير اقول له حاول تلف، الدبل بوند بتمنعك انك تلفه، وبالتالي عشان تستطيع تلف هذا يعني حول السي سي بوند لازم الدبل بوند تكسر. في كسر بوند عشان الفه، اذا هذا كونفيجريشن ايزوماس. هاي من الكيز عشان تشوف الفروقات اللي بينها. Recent developments of the new catalyst، هذا في الكاتاليسيس كيف انه بامكاننا نتحكم بالمنتج اللي بيطلع معنا. كنا عم نتحدث عن موضوع السنجل موليكولز، تعال ننتقل للنتورك موليكولز. نتورك لوس بوليمر نتورك كان ريزولت فروم كروس لينكينج لينير اور برانشد موليكولز. اوكي، وهون مضروب مثال على الناتشرال ربر كونسيست موستلي اوف ا لينير بوليمر ذات كان بي كروس لينكس كروس لينكد تو ا لوس نتورك by reaction with 1-3% sulfur. طيب واذا زدت انا كميه السلفر بصير الكروس لينكينج ديجري او الديجري اوف كروس لينكينج مرتفعه، وبالتالي بصير عندي what we call a tight network. هو نفس الماده الكيميائيه بس الكروس لينكينج 1-3% والكروس لينكينج 40-50% اختلف، بتختلف الصفات. عاده اللي بيختلف الصفات الفيزيائيه، كيميائيا بضل هو نفس الماده. طيب هذا بس اللوس والتايت نتوركس، هذول شفناهم سابقا، شفناهم سابقا. مر علينا موضوع الثيرموبلاستيك والثيرموسيت، وهذا بس اعاده للكلام السابق. الان اذا للتذكير، ثيرموبلاستيك بامكاني ان اسخنها بتصير طريه، بعيد تشكيلها بتجمد. بعده ثيرموبلاستيك، بعده البلاستيك ما تغير، بس استطاعت تغير الشكل تاعه عن طريق انه melted and reshaped. الثيرموست بوليمرز ذكرنا انه اذا بضلني اسخن فيه ما بيطرى، بضله متماسك الى ان الانرجي تكون كافيه لكسر السي سي بوند، فبيحترق، بصير يعني كيميكال رياكشن، بيحترق اذا في اكسجين، وفي غياب الاكسجين بنسميه انه في عندنا pyrolysis، بمعنى ال كسر الروابط بدون ما تتفاعل مع الاكسجين. هلا بناء على هاي التعاريف، شو بتتوقعوا ان الثيرموبلاستكس والثيرموسيتس، هل هم لينير ولا برانشت ولا نتورك او تايت نتورك؟ هلا بما انه الثيرموبلاستكس كان بي ميلتد، معناها الروابط اللي بين التشينز ضعيفه. اوكي، فبالتالي الروابط ضعيفه، معناها الحديث عن لينير او برانشت ستراكشرز. هلا الثيرموسيت في المقابل بسخنه ما بطرى معي، يعني الموليكولز مش راضي تزيح عن اماكنها، يعني كانها مربطه بقوه، الموليكول مع الموليكول الثاني مربط بقوه، معناها الثيرموسيت ممكن نتوقع انهم من نوع النتورك بوليمرز. اوكي، هذا الكلام له اكسبشنز، هون مثال على الاكسبشنز، السيلولوز اسينشالي لينير بوليمر اللي هو زي القطن على سبيل المثال، وهو لينير. However, because of the strong hydrogen bond structure, fee too many hydrogen bonding for you. Softening does not occur below the decomposition temperature. على فكرة حتى الثيرموست، عفوا الثيرموبلاستكس، سخنه زيادة بيحترق. يعني علبة المي اللي بتسيحها ضلك عرضها لحرارة أعلى وأعلى وأعلى بتحترق. يعني بتسيح وبعدين بتحترق. Therefore, في هاي الحالة زي القطن على سبيل المثال، وإن كان لينير بوليمر لكنه بيظل متماسك إلى أن يحترق، يعني ما بيطرى معانا. A more complex arrangement results when two polymers form networks that overlap in space. هذا بنسميها mixed network، يعني عندي two networks من two different polymers وشابكين ببعض بطريقة ما. One way of making such an interpenetrating network, IPN بسموه، is to swell a cross-linked polymer with a monomer. هون دخلنا في بعض الكلمات الجديدة. يكون عندي cross-linked polymer، ماشي، شبكي، وباجي بحط مونومر معه. تخيلوا انه هاي الشبكة اللي عندي، هاي cross-linked polymer، دخل عليه مونومر. مونومر زي مثلا الإيثيلين، إيثيلين C2H4 صغير بيفوت بيناتهم. اوكي، فبالتالي بجيب انا مونومر
وبخليه يدخل جوا النتورك، وحيدخل لانه الموليكولز تاعت المونومر، المونومر نحكي صغير، هلا بعد ما المونومر يدخل جوا النتورك بروح بعرض الخليط من النتورك زائد المونومر اللي تخللها، بعرضه لظروف بحيث ان المونومر يصير بوليمر. فصار الان بوليمر جوا بوليمر. The IPN comes about when the monomer is polymerized into a second network. Even though the two networks may have no covalent bonds in common, لكن يعني مع انهم ما في بيناتهم covalent bonds، بس في النهايه بيطلع عندي as a single structure. Despite the fact that two polymers are not compatible when mixed as linear polymers، يعني اذا جبت البوليمر الاولاني اللي هو cross linked وجبت المونومر لحاله وعملت له بوليمرايزيشن، اخلط البوليمر مع البوليمر بيختلطوش، بيضلوا سيبريت تو فيزز. بس انا الان جيب الميكست، عفوا جيب النتورك الكروس لينكد بوليمر، وجيب الثاني مش از بوليمر، جيبه از مونومر وفوته على النتورك، عرضه لظروف يصير له كروس لينكينج، بصير ان كروس لينكد جوا الكروس لينكد الاصلي، فبيطلعوا شبكه متكاملة مع بعض وما بيفصلوا عن بعض، مع انهم في الاصل لو انه كان كل واحد بوليمر لحاله او مير ومير وعملت بوليمرايزيشن لكل واحد لحاله، حيطلع عندي two separate networks. Another kind of mixed network comes about when two linear polymers that are incompatible at room temperatures are simultaneously cross-linked at high temperature at which they are compatible. Okay. نعمل كروس لينكينج على فيري هاي، مش فيري، على هاي تمبرتشر، لما بكونوا يعني ليكويدز فايتين ببعض. هلا ذا تيرم سيمي اي بي ان اللي هو انتر بينتريتنج نتورك كان ريفير تو اي لينير بوليمر ترابت ان ا نتورك اوف انذر بوليمر، يعني مش نتورك في نتورك وانما لينير في نتورك. نيجي الان لموضوع جديد اللي هو برضه تابع لموضوع الاستراكشرز اللي هو الثيرموداينامكس اوف باينري systems. هون بدي أتوقف في المحاضرة لأنه هذا يعني قد يكون في عندكم أسئلة أثناء الشرح، فهذه من ناقشها إن شاء الله، يعني هذا الموضوع thermodynamics of binary systems والsystems هون الحديث عن البوليمرز، من ناقشه إن شاء الله يوم الأحد القادم. يعطيكم العافية، السلام عليكم.